مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. طيب، اليوم نبدأ بآخر الأخبار عن الكورونا فيروس. كل مرة بنحاول نجيب لكم الأخبار العالمية. الخبر الأول وهو خبر حكينا عنه سابقا، أنه في بعض الحيوانات في هونغ كونغ تم انتقال الفيروس لها من الإنسان. الحمد لله اليوم أثبتوا أنه لا ينتقل من الحيوانات الأليفة، الكلاب والقطط الموجودة في المنزل، للإنسان. الثاني، انتشر فيديو في الصين لطبيب شاف شخص واقع على الأرض كبير بالسن، اضطر انه يعمل له تنفس صناعي وCPR، فأزال الكمامة بدون خوف. ولما سألوه، وإحنا هلأ في وقت مرعب خاصة في الصين، قال لهم أنا واجبي الطبي والإنساني أنه أساعده قبل ما أفكر بأي شيء آخر. يعني كانت فيديو يعني صادم لكثير من الناس، والله يعطيهم الصحة والعافية. الثالثة، السيلفونز يا جماعة يعتبر من أكثر الأماكن اللي ممكن يتجد عليه فيروسات وبكتيريا بشكل عام، مش بس كورونا فيروس. فعشان هيك لازم تطهر التلفون، خاصة لما ترجع البيت، تطهر المفاتيح لما ترجع البيت، لأنه دائما هذه بتكون حاملة للفيروسات والبكتيريا. الخبر الرابع، معرض لندن للكتاب، أكبر معرض كتاب في العالم، أوقف هذا المعرض قبل أيام عشان موضوع كورونا فيروس، خافوا أنه ينتشر. طبعا مش بس هذا المعرض، في معارض كثيرة، معارض تكنولوجية، معارض صناعية، معارض حتى مؤتمرات سياسية أوقفت بسبب الكورونا فيروس. الرقم الخامس وهو الصادم، خسائر شركات الطيران تجاوزت 100 مليار دولار. 100 مليار دولار. امبارح انا سمعت انه اليونايتد ايرلاين اللي هي من اكبر شركات الطيران في امريكا اوقفت جميع طائراتها المحلية والانترناشونال والخارج كامريكا. طبعا كل مرتعب وخايف، حتى في ناس مش عم بتسافر الآن. الخبر السادس، انتشر كتير انه البصل بقوي او بشفي من فيروس الكورونا. بدي احكي لكم شغلة، انا شفت زي نكتك حلوة. البصل مفيد جدا لجهاز المناعة وبقوي جهاز المناعة، لكن لا يشفي من الامراض. يعني لازم تفهم هاي الشغلة، انه لا يشفي ويقوي جهاز المناعة اللي هو بدوره يقاوم المرض. فاذا المرض يمكن جهاز المناعة يقاومه، معناها يشفي. يعني إذا أنت لا سمح الله معك سكري وأكلت بصل كل يوم كل يوم كل يوم، ما حتنشفى من السكري، لأنه هذا الموضوع مش جهاز مناعي. الآن النكتة هاي شو بتحكي؟ إنه إذا أنت بتأكل بصل، أكثر فائدة إنك رح تبعد، لأن الريحة تبعتك رح تبعد الناس عنك، وبالتالي ما حد حيصيبك بالكورونا. تفسير علمي جيد. رقم 7، عدد الوفيات من فيروس الكورونا عم بيرتفع، وصل الآن 3400-500. العدد كبير، لكن أنا فوجئت اليوم لما وجدت أنه عدد الوفيات اليومي يا جماعة، مش أشهر، من الجوع الهانجر، يزيد عن 24,000 إنسان. 24,000، نصفهم من الأطفال. 12,000 طفل بيموت يوميا من الجوع. يا عيبنا، الله يعين الجوع، الله يعينهم. الخبر الثالث، بتعرفوا كلكم انه اول ما بدأ فيروس الكورونا اغلقت مدينة ووهان ومدن اخرى في مقاطعة خوبي، وبعدين انتقلت هذه العدوى الى مدن اخرى واغلقت. الصين كانت اول دولة بتقوم بذلك. الان بريطانيا
تقول أنه لا سمح الله لو انتشر الفيروس غاد قد تغلق بعض المدن بدون أي تردد، وهذا طبعا مش سهل وموضوع صعب، وإن شاء الله ما نوصل لهذه المرحلة. الفلوس، ذكرت بعض النشرات العلمية في بعض الدول العربية، أنا شفتها بديش أذكر هاي الدول، لكن إنه الفلوس لا تنقل الفيروسات، أو بشكل عام، وهذا خطأ فادح جدا جدا جدا. اليوم أثبتت الدراسات في الصين إنه في كتير لقوا فيروسات كورونا على الورق العملة. الصين طبعا ما بتستخدم كتير ورق العملة، فلأنهم بيستخدموا الآن طرق بديلة اللي هي زي ويتشات، بالسكان بيعملوا سكان للباركود، يعني إشي غريب إشي ثاني. معظم نورث أمريكا إحنا بنستخدم كريدت كارد، في بعض الدول لسه بتستخدم العملة الورقية أو العملة النقدية. طبعا الآن معظم البنوك في العالم عم بتحاول إنها تعمل تعقيم لهذه الأوراق المالية، فراح نشوف شو راح يصير، بس تنقل العدوى. 10، لمس الوجه. طبعا حكينا 100 مرة انه اهم 3 شغلات للوقاية من الكورونا اللي هي تقوية جهاز المناعة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، عدم لمس الوجه. وطبعا في فيديو انتشر قبل فترة لمدير الصحة في منطقة سان كلارا أعتقد في كاليفورنيا، وهي بتحكي للناس يا جماعة لا تصيبوا وجهكم، وهي راحت لمست لسانها عشان تقلب الصفحة وهي في المؤتمر الصحفي. طبعا الناس كتير عم تضحك على الموضوع، بس هذا يا جماعة شيء لا شعوري، يمكن أنتم بعشرين فيديو شفتوني لازم ألمس وجهي، هذا إشي لا شعوري وما لوم هذه إنسانة. خليكم مع الفيديو. When you touch your own mouth, nose, or eyes. الآن كمان فيديو، هذا التدريب في حال وجدوا حالة معها درجة حرارة مرتفعة وحاولت تهرب، كيف الصين بتتعامل معها؟ طيب الخبر الثاني عشر، احنا في هون عندنا اسوشيشن للألموناي، حاولنا نعمل مساعدات للصين اول ما صارت عندها المشكلة، وفعلا جمعنا حوالي 140 ألف دولار وشرينا كمامات. الصين ما بدها فلوس، بدها كان في هذاك الوقت كمامات وملابس اللي هي السوتس هاي اللي بتشوفوها اللي بيلبسوها، الحمد لله قدرنا نشتريهم ووصلوا قبل أسبوع لمدينة ووهان. حط لكم الصورة، وإحنا سعيدين أنها وصلت هاي المساعدات وقدرنا نساعد في الحفاظ على صحة الناس الأبرياء. الرقم 13 اللي هو الخبر الصادم، خارطة العالم، شايفين يا جماعة حط لكم إياها هون، هذه الدول اللي صار عندها كورونا، تجاوز عدد الدول 80 دولة من العالم، يعني بتحكي عن تقريبا نصف دول العالم، خاصة الدول الكبيرة صار عندها فيروس كورونا. الانتشار شاسع وقوي، ما احنا عارفين شو الأسباب، لكن نتمنى للجميع الشفاء العاجل، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ترونا في فيديوهات قادمة مش عن الكورونا، عن إشي مفرح، خبر جيد، لقوا علاج للكورونا، لقوا
فاكسين للكورونا أو انتهى وضع الكورونا إن شاء الله رب العالمين. سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.